أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذهب بعض أهل العلم في حديث إن الله خلق آدم على صورته إلى أن الضمير يرجع إلى آدم، فهل هذا صحيح؟ يصير معنى الحديث فائدة، إذا فسر بأن الضمير يرجع لآدم صار الحديث ما له فائدة. خلق الله آدم على صورة آدم، هذا ما في شك. هذه من ناحية. الناحية الثانية جاء في رواية أخرى فسر هذا على صورة الرحمن كذا، صورة الرحمن. ولا يشكل عليك هذا، يعني بعض الناس أخذ يعجن ويلت في هذه المسألة، ما كلفه الله بهذا، يثبت ما جاء وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء، وإذا منه ما تبين لك توقف، إذا ما تبين لك الشيء توقف عن هذا واسأل أهل العلم. أما أنك تأخذ تدوك وتدور ما يصلح الكلام هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.